ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. من لطف الله بعباده أنه في العلاقات الاجتماعية لو قدر أن امرأة خانت زوجها فزنت، فرآها أو كان قد استبرأها فجاءت بحمل ليس منه، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الحكم من ألطافه، وهو حكم اللعان الذي تقع به حل جذري لهذه المشكلة، فإنه ينفي النسب ويقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين ويرفع الحد عن كل واحد منهما. فإذا حلف الرجل أيمان اللعان لم يحد حد القذف، وإذا حلفت المرأة أيمان اللعان لم تحد حد الزنا. فشاء الله بهذا الحكم تسهيلا على عباده ولطفا بهم.